يقول: كنت لا أصلي ولا أصوم فترة من الزمن، والآن من الله علي بالهداية ولله الحمد، وخلال الفترة السابقة أخذت حقوق بعض الناس، لكني لا أعرف هؤلاء الناس، فكيف تبرأ ذمتي؟ تبرأ ذمتك إذا كنت تعرف أصحاب الحقوق، فلا بد من إعطائهم إياها أو طلب المسامحة منهم. أما إذا كنت لا تعرفهم وتعذر عليك معرفتهم، فإنك تتصدق بمالهم على نية أن الأجر لهم، صدقة عنهم. نعم.